الأندية تم بعض الاختبارات في أبو ظبي بالتزامن طبعا مع عرض رسوم متحركة زي ما بنتكلم كده، عروض لل 3D على الشاشة الكبيرة بالملعب وعلى التلفزيون، بيمنح المشاهدين طبعا نظرة أعمق شوية في قرارات التسلل. يمكن بعد ما نجحت تجربة الاختبارات ديت اللي أجراها على تقنية التسلل شبه الآلي في كأس العرب، النهاردة في اختبارات مكثفة على تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي طبعا قبل استخدامها في كأس العالم القادم في قطر 2022. رئيس لجنة التحكيم أو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي طبعا كولينا الحكم الإيطالي الشهير وفريق من التكنولوجي والابتكار التابع للفيفا عرض عملي للتكنولوجيا في استاد محمد بن زايد يوم الأربعاء اللي فات. التقنية ديت يعني بتحدث عن عملية تقنية ان في اقل وقت وبال يعني التسلل شبه الآلي ان في خلال اعتقد 3 ثواني بيتم احتساب التسلل ولا لا، في ثواني قليلة جدا بيسمح النظام دوت بتقييم اذا كان اللاعب داخل الملعب في موقف تسلل ولا لا بشكل سريع جدا اوتوماتيك بشبه آلي، بيثبت اللاعب وبيكون في تقنية على ال 3D وال 4D دي كلها عمليات بتساعد. وزي ما بقول لحضراتكم الفار اكيد بيقدم مستوى اكتر من رائع على مستوى يعني المسابقات العالمية، لكن كان دايما عملية التسلل بيكون فيها ديلي شوية، فيها وقت طويل شوية، ممكن جدا بيكون فرصة ونقعد 6-7 ثواني لغاية ما حامل الراية يرفع ويكون طبعا في جدال كبير جدا، لكن من خلال التقنية دي اعتقد هيكون الامور، وده اللي وارد من كلنا طبعا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، ان في خلال اقل من 3 ثواني يعني اقصاها 3 ثواني وبيكون هذا التكنيك الجديد او التقنيه الجديده في موضوع التسلل ان شاء الله تكون موجوده في كاس العالم قطر 2022. طيب تعالوا مع بعض نروح لخبر يعني شن مهاجم مانشستر يونايتد